شافوا دابا هذاك الكلب بغا يتخلعو. شوف عليك الشغل خمس متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبداية أسبوع موفقة للجميع. كعادتها قناة شوف تي في اللي هي قناة الشعب كتقربكم من المشاكل اللي كيعانيو منها المواطنين المغاربة. اليوم معنا هذا السيد هذا اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي للأسف الشديد تعرض لواحد إهانة وتعرض لواحد يعني واحد التعامل كان جد قاسي بالنسبة ليه من طرف بعض العاملين بالحافلات. اليوم جاء يحكي لنا بالضبط اشنو وقع ليه من بعد ما حيدوا ليه البطاقة اللي كتقول أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها كتخول ليه باش يركب في الحافلة يعني بلا ما يخلص. ولكن للأسف الشديد داكشي اللي وقع ليه خلاه مسكين مصدوم لحدود الساعة، وخلى انه يلجا لقناه شوف تي في يعاود لها المشكل ديالو. وكنتمناو انه يلقى تفاعل، وايضا ان المسؤولين يتصنتوا لهذا السيد هذا. السلام عليكم. شفت عندك هذا غير شويه، شفتوا معاه شنو وقع لك بالضبط؟ نعم والساده، نهار السبت نهار الخميس بالذات طلعت في حافله 84. إذا تطلعوا دوك الناس 4 ناس أو 5 هما بعد من ديك الطلعة تيديروا الرعب. طلعوا لي كونترول المراقبين. أييه. تيطلعوا 5 6 ناس يديروا الرعب بعدا في الناس اللي راكبين. قال لي ودي الورقة، قلت له ودي راه عندي بطاقة، قال لي راه نشوفها. بقيت ندابز سميتو تا جبتها شافها، قال لك ودي راه ممنوع باش تركب بها. ديت لا جيت معاك قلت له ودي اش هاد الشركه ديالك اللي قال لك ممنوع نركبهاش دايره شي اعلان؟ ما دايره لا اعلان، تتحدى جميع الحفلات ديال الدار البيضاء. كتركب دائما؟ هذه 15 سنه تنتحدى الشركه المعنيه اش دايره شي اعلان في شي حفله. الدار البيضاء كلها ما دايره حتى شي اعلان باش هاد المعاق ولا ذوي الحاجه الخاصه باش ممنوع يطلعوا، ما كاين حتى شي اعلان. الناس ديال الفوضى اللي مشات ليك والتصويره نعاود نصوب لك بطاقه. قلت له ودي نفس اليوم في ديك البطاقه. اي قلت له دير نفس الغلط، غادي تصوبها ليا اليوم غادي نركب غدا يديوها ليا. قال لي ما عندنا ما نديرو لك، يعني ما كان حتى شي حل. مواطن في هذه البلاد المعاق في هذه البلاد راه مهان، راه مهان. تناش سيدنا يشوف هذا المعاق، تناش سيدنا تتوصي بالرعايه، الرعايه ديالك. هاد الناس راه تيحتاق معاق. انا ما بغيت منهم والو، بغيت غير نطلعوا نهبط مرمر في الحافله. قال لك لا تخلص 700 درهم. يكون كان عندي 700 درهم في دار كاع ما نخرج. راه اهانه للمواطن. تنحس براسي واحد ونسيت واحد السيمانه اللي فايته نفس الطريقه. تانت واحد المراه خلصت عليا سميتو ورقه، قلت لها ودي لا ما تخلصيش خليني ندير الحل هذا الشيء. وخلصت واحد السيده خلصت عليا بطاقه 5 دراهم. وهاد الناس ما منهم لا تفاقه ولا رحمه. ياكم في هاد الجمعيه اللي ما نسعاش نستافد منها والو، تيسعوا بيا. تنطلب من الناس المحسنين، تنطلب من الناس المحسنين اللي تيعطيو المال ديالهم يعرفوا لمن تيعطيوه، يعطيو في اليدين النقيه. راه الناس الامانه ما تيوصلوهاش. فينا هو الاموال ديال المحسنين؟ دابا تبارك الله الجمعيه راه ما شاء الله شبابها بروتوكول سميتو، والمعاق ما كوفيد. ها شحال حنا في كوفيد 9 شهور، هذيك عمرو ما تقوا علينا حتى بالطوبه ديال السكر. لولا سيدنا نصر الله تفكر شعبو، تفكر شعبو كبير وصغير. وخوك مواطن تيهينك، اللهم انا هذا منكر. ودابا تنطلب جميع المسؤولين اللي عندو ما يدير في هذا الحل حل المشكل ديال المعاق ديال المواطن ديال تيجي يوم العالمي للشيوخ، يوم وطني للمعاق، يوم وطني يوم معاق. أودي اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في اشهاركم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في وطنكم. الناس ما حنوش ابدا. والاسف الشديد مع الاسف الشديد قال لي ترديتها مع مريض غا عيان، وهاد الملف الطبي ها هو تعطى بثلاثه مستشفيات اللي طبعوا فيه، وديته شخصيا وزاره الاسره والتضامن بمدينه الرباط شارع الزرقوني، وزاره الاسره والتضامن ديته بنفسي لهذا الدوسي، حطيته في الجمعيه تما عند الناس ذوي الحوائج الخاصه، وهاني حتى ما مريضش. بغيت هاد السيد نتابعو بعدا هانا هاد الوثيقه الطبيه هانا. هما باقيين شباب وما عقلوش عليك انت اللي راجل كبير ابدا. قال لك لا والله ما ان هاد المكر. وانت شكون كدير ابا في حياتك؟ انا بنتي استاذه تمشي تنبرك امام احد الادارات. يعني ديك 700 ريال يكون كانت عندك؟ يكون برك في داري، برك في داري. الظروف القاهره الظهر هي اللي خرجتني، الظروف هي اللي خرجتني، ما بك في داري. اش انا هاد الحاله ندير في الطوبيسات؟ ولولا واحد الرساله ماشي في نفس الموضوع اللي كان السبب ما نسمحش لي امام الله، ما نسمح لي حتى نلقى الله. واحد الشخص هو السبب في هذا الشيء، ما نسمحش لي حتى نلقى الله. شنو وقع لك؟ لا هذاك امور اخرى من بعد ان شاء الله، ما نسمحش لي حتى نلقى الله. انت كنتي بصحيحتك؟ صححتي والحمد لله، والحمد لله دابا ما كانش من حمد الله. تيضرك على البشر خوك اللي ما رحمكش. لا الحمد لله كاين الرجال، كاين الناس محسنين، كاين اللي تيحترمونا تيقدرونا، ولكن الشركه ما شاء الله ما شاء الله. الرساله ديالك الرساله ديالك؟ الرساله تنطلب من المسؤولين اللي كاع عندهم الناس المعنيين يشوفوا الحل لهذا المشكل. انا ما عنديش باش نخلص حافله، ملي تيكون عندي الامور باش نخرج حافله راه تنخرج نقضي غراضي، ما عنديش راتب في داري. الرساله تنطلبها جميع المسؤولين، لا الاداره ديال الحافله ولا الجمعيه، حتى الجمعيه الله يجازيكم بخير. لما كنتوش غاديين عند الناس ما تبقاش تضحكوا على العباد، لا تعطوا العباد بطاقات. تقول لي الجمعيه كيعطيكم بطاقات يقول لكم هذه راه تركبي بها فاطمه. بطاقه شنو فيها بعدا؟ بطاقه مكتوب فيها الله يرجوكم تحترموا هذا السيد. حاجه وحده اللي عندهم الحق يتعسفوا عليا، الا شاد ديك بطاقه وتنطلب التساؤل اللي هي اللي ممنوع اللي مكتوب فيها لا غير. يعني مشيتي لدار خصي يحترمك، مشيتي لهنايا يحترمك، يعني الاسبقيه ليكم انتم. نعم. الا حاجه وحده اللي ما مسموحش بها اللي كاتبين فيها تسول، يعني اللي عنده الحق يطول يديه يدير اللي عجبه. كتلقاو مشاكل بوفاتي الطوبيس دائما دائما دائما، لا ما تلقى لا فين توقف ولا يحترمك ولا يقدروك. وبعد وحده كاع الا كاع طاشوا على الوثيقه بطاقه تبقى تهينوك كانك ما عرفت منين جاي. وكاين ولاد الناس، ولكن دابا نطلب من هاد الاداره المعنيه الا كان هاد الشيء هي اللي عطيها من الامر تعلق واحد لانورد في الطوبيس بممنوع عند الناس مابقاش يطلعوا يعلق. راه تنتحدى الاداره ما دايراش اعلان في حافله ديال الدار البيضاء، تنتحداها. دايرين فوضى بحال سميتها شنو مرتزقه دخلت شي كوري ولا شي بهيمه وحش ضاله. تبارك الله عليك الوالد. الله يحفظك تنشكركم. إذا متتبعي قناة شوف تي في، للأسف الشديد هذه القصة اللي سمعنا راها قصة مأساوية، ماشي فقط لشخص واحد، وإنما كيعانيوا منها العديد من الأشخاص اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة. من العيب ومن العار، من العيب ومن العار أنك تطلع أنتيا كمراقب لأي حافلة وتلقى شخص بهذا يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص مسن فرضا ما عندوش كاع ديك البطاقة، فرضا ما عندوش ديك البطاقة. من العيب من العار انك تطلب منه انه ينزل او لا تطلب منه يخلص 35 درهم، حيت يكون عنده 35 درهم كما قال غادي يبرك في دارو. حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي كيدار في الخاطر وكيدار في القلب. كنتمنوا ان الرساله ديال هذا السيد هذا توصل للمسؤولين على الحافلات وتوصل لجميع المسؤولين في المغرب. شكرا لكم متابعي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله. بغيتي تخلي رقمك الحاج؟ نقول التليفون ديالك شحال؟ قولوا لينا واش بغيتي نكتبوه لك باش الناس يعاونوك، اللي بغا يعاونك شي حد. 06 اييه بلاتي بلاتي هاك عمي شي صفر 06 بلاتي عمي يلاه قول 06 74 27 07 76 شحال عاودها 06 74 27 07 76 صافي الحاج تبارك الله عليك. اذا هذا هو الرقم ديالو، اللي بغى يتساعد معاه، اللي بغى يعاونو باي حاجه راه الرقم ديالو على قلناها على المباشر. شكرا لكم متتبعي قناه شوف تيفي، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.